يلعب وعراق واحد جميل شوفوا الدرون وشوفوا هذه خارج الملعب وهران يعني كلها بالطائرات ربما المسيرة الدرون يقوم بتشكيل لافتات جميلة خارج الملعب الجمهور كامل راه يصور والجمهور كامل راه يتابع ربما بالمباشر في قنوات نعم هكذا هي الطائرات انطفأت هكذا هي الأجواء داخل أو خارج ملعب وهران نشوفوا من هنا داخل الملعب شوية أجواء جميلة الملعب نوريكم أجواء لطفي بوشناق طبعا المغني التونسي والفنان التونسي اللي عنده أغنية سمعوها معروف يعني الفنان التونسي لطفي بوشناق طبعا المنطاد هذا نزيد نوريكم
خلاص زي ما خلاص زي ما طلعش بعض الأجواء الجميلة من هذا الملعب في انتظار طبعا أن يصعد المنطاد ويحلق خارج سماء هذا التحفة العبرية. هذا الملعب الجميل ملعب بلود هتفي بوهران الباهية. إذا رح نخرج من الملعب هذا ونشوفوا أجواء الخروج كيف تكون كذا، كان الوقت متأخر لكن فيه لطف بوشناق الفنان التونسي راهو طبعا الهليكوبتر راه يتحوم في كل مكان، يعني الطائرات تجوب المكان طولا وعرضا. طبعا كيف لو هو محفل دولي مازال يتواجد امير دوله قطر بهذا الملعب وكذا شخصيات اللي راهي موجوده. ما بقى لي نقول لكم الى ذاك حين استودعكم الله الذي لا تضيعوا ودعوا. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.